والحقيقة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ساهم بشكل كبير جدا في إدخال المساعدات بأضعاف ما قدمته دول العالم لقطاع غزة. كمان شفنا نماذج الحياة متميزة جدا من الشباب المتطوعين ضمن التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة اللي بيشاركوا في تجهيز الكراتين المساعدات الإنسانية والإغاثية وتجهيز أيضا الشاحنات ومتابعة دخولها من معبر رفح، وأدوار كتير الحقيقة بيلعبها هؤلاء الشباب. في الحقيقة ده بيدحض أي وجهة نظر بتتكلم على الدور المصري أو يعني إيه بتزايد على الدور المصري، وبنظرة بسيطة كده على معبر رفح هنعرف مين أكتر دولة قدمت مساعدات وأكتر منظمات إغاثية بدأت تدخل مساعدات لهذا القطاع المحصر. خلينا نبص لهذا الجهد ونقيم هذا الجهد. معانا وبصحبتنا الأستاذ أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بنرحب بحضرتك يا أستاذ أحمد، صباح الخير عليك وصباح الخير يا مصر. صباح النور يا استاذ مصطفى، صباح النور يا استاذ جمال. اهلا يا فندم. اهلا بك. كلمني عن حجم المساعدات اللي دخل حتى الان الى قطاع غزه من جانب التحالف الوطني عام الاهلي التنموي. طيب الاول انا يعني شكرا لحضراتكم عشان نوضح الجهد اللي يمكن زي ما حضرتك قلت ان الدوله المصريه كلها بتعمله، متمثله في القياده السياسيه، متمثله في المجتمع المدني اللي الحقيقه يعني انا شايف ان هو في الوقت ده واخد اكبر قدر من الدعم والمسانده بشكل كبير جدا. يمكن سنه 2022 كان عامل المجتمع المدني، وسنه 2023 استمرار لجهد المجتمع المدني في الشغل. يمكن من يوم 7 اكتوبر احنا اشتغلنا بشكل سريع جدا جدا، ان احنا في خلال اقل من 48 ساعه كنا واقفين على طريق الاسماعيليه متوجهين ب 108 تراك. ده اول قافله كانت متوجهه لمعبر رفح. الحقيقه اول قافله دي يمكن يعني اكثر قافله واجهت صعوبات لانها قعدت زي ما حضراتكم عارفين يعني فتره قدام المعبر لغايه ما دخلت. لو بتكلم على مجموع طوالت بقى القوافل وطوالت الاستجابه للجهود بتاعت المجتمع المدني، انا بتكلم على لو بتكلم على التحالف الوطني فهو مكون من 34 جمعيه ومؤسسه. ال 34 جمعيه ومؤسسه في بعضهم مختص بالاعمال الاغاثيه وبالاعمال اللي بتقدم مساعدات غذائيه ومساعدات صحيه، وقدرنا نوصل يعني ما يقترب حتى الان من 957 شاحنه. الشاحنه الواحده بنتكلم في متوسط من 15 ل 20 طن. فانا عايز اقول يعني ان احنا كمصر ويمكن التحالف الوطني يمكن او كمصر كلها مقدمه اكثر، يعني زي ما سياده الرئيس في استاد القاهره كان بيتكلم حوالي 80% من المساعدات اللي دخلت معبر رفح يعني لغايه دلوقتي. طيب استاذ احمد، يعني حضرتك بتقول يعني بتؤكد على فكره انه مصر مقدمه حتى الان اكثر من 80% من اجمالي المساعدات، بس معلش يعني لو نذكر المشاهدين حتى الان حتى هذه اللحظه عدد الشاحنات اللي دخل الى قطاع غزه من معبر رفح قد ايه؟ احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 1500 شاحنه تقريبا متوسط يعني. فبنتكلم 1100 او 1150 شاحنه تقريبا من مصر والباقي من بقيه الدول بمعدل حوالي 80%. 1150 من اجمالي 1500 شاحنه مقدمه من مصر. 1500 شاحنه مقدمه من العالم، لكن 1200 تقريبا او 1150 من مصر. وبيزيدوا طبعا الفتره اللي فيها الهدنه، مفترض ان بيدخل 200 شاحنه في اليوم. فاعتقد ان العدد ان شاء الله يكون يعني بيزيد يوم عن يوم، يعني كل يوم وكل لحظه بيكون الوقت اكبر بكتير، يعني الدخول العدد بيبقى اكبر بكتير من اليوم اللي قبله يعني بشكل. طب يعني كلمنا عن ملحمه التكاتف، ازاي انتوا كتحالف وطني اطلقتوا يعني جرس الانتباه للمصري لجموع المصريين، وازاي المصريين من جانبهم استجابوا، وازاي كان في حملات تبرع، وازاي انتقلت هذه الحملات الى هذه الشاحنات ودخلت الى القطاع. يعني كلمني عن المنظومه دي، كيف بدات وكيف انتهت داخل القطاع. طيب انا عايز اقول لحضرتك ان احنا دايما كمجتمع مدني بنقوم بدور الوسيط ما بين المتبرع والمستفيد
وكل ما كان الوسيط دوت وسيط امن بيقدر ان هو يوصل الحاجه بالشكل اللي المتبرع عايزها، كل ما كان المتبرع بيثق فينا وبيقدر ان هو يدينا اكتر وبيقدر ان هو يساهم بشكل اكبر. ده انا بتكلم بشكل عام. لو كان المستفيد هنا اهلنا في غزه، فالحقيقه استجابه المصريين كانت كبيره جدا جدا، لدرجه ان يعني احنا حضرتك الاشياء اللي احنا بنعملها او التجميع اللي احنا بنعمله بيمر بمراحل متعدده، ما بين مرحله ان احنا بيبقى فيه جمع للتبرعات، مرحله ثانيه بيبقى فيه ان احنا بنشتري المنتج، مرحله ثالثه بيبقى فيه تعبئه، مرحله رابعه ان بيحصل زي اللوجيستكس بقى ان احنا بنشيل كل الحاجات ديت وبنحملها على العربيات اللي هي بتتوجه للمعبر، مرحله بقى بتاعه دخول السواقين وتفريغ الحمولات دي لعربيات ثانيه بتاخدها من الناحيه الثانيه من المعبر من طرف الفلسطيني، ما بين تنسيق بين الهلالين الاحمر والفلسطيني. الحقيقه في كل مرحله من المراحل ديت بيبقى في مساحه كبيره جدا جدا للشغل والتعاون. يعني احنا مثلا لو انا احنا طبعا حضرتك عارف ان التحالف بيتكون من 34 جمعيه ومؤسسه، ال 34 جمعيه ومؤسسه لو بتكلم مثلا عن صناع الحياه اللي هي احد مؤسسات التحالف الوطني، احنا عندنا 20,000 متطوع. احنا عملنا فكره بسيطه جدا، وانا بقول الفكره ديت علشان بقول ان كل مؤسسات التحالف كل واحد عنده حاجه بيعملها بشكل مختلف. الفكره اللي احنا كنا بنطلقها مثلا ان احنا دايما المفهوم ان القاهره او ان المحافظات الكبيره هي اللي بتساعد بس. احنا عملنا فكره من كل بيت في مصر، من كل بيت في مصر لاهلنا في غزه. وعملنا ان احنا ودينا شاحنات كامله فاضيه لمحافظه زي سوهاج، الشرقيه، يعني حتى الصعيد، اسوان، هنا كل محافظات مصر ودينا تراكات فاضيه. يمكن ديت كان في اخر قافله اللي اطلقها سياده الرئيس من الاستاد. ووديناها فاضيه وحصل تكاتف من المتطوعين ومن المتبرعين سواء بتبرعات عينيه او تبرعات نقديه ان الشاحنه دي تتحمل من سوهاج، تتحمل من الشرقيه، يعني من كل محافظات مصر ومن كل بيت في مصر انطلقت شاحنات وصلت للاستاد، ومن الاستاد راحت على معبر رفح. واحنا والوقت اللي احنا بنتكلم فيه بيدخل، يعني انا عايز اقول من كتر ما في شاحنات منتظره ان بيبدا يبقى ايه، مثلا يا جماعه هندخل 20 شاحنه من التحالف، والله لا ده في جهه او الهلال الاحمر مدخل 10، يعني في تكاتف كبير جدا ما بين المجتمع المدني، وبقى في نوع من التنافس الخير زي ما بيقولوا ما بيننا، ان احنا يعني كل واحد ازاي ان هو لا انا عايز اودي 20 شاحنه، انا عايز اودي 100 شاحنه، بقى في تنافس ما بين حتى المجتمع المدني وبعضه، واحنا بعتبره تنافس في الخير مع رعايه كامله للقياده السياسيه ان الحكايه ديت ازاي يسهلوا لنا باكبر قدر ممكن دخول هذه الاشياء. فالحقيقه يعني متطوعين، متبرعين، يعني الحقيقه استاذ احمد يعني زي ما حضرتك قلت، لو تسمح لي استاذ احمد، لو تسمح لي، يعني الحقيقه مجهود كبير جدا لو هنتكلم على عمل المجتمعات المدنيه حتى من باب التنافس والتنسيق بينكم وبعض، واعتقد انه هذا الجهد باين على يعني على ارض الواقع. بنتكلم في 1150 شاحنه من اجمالي 1500 شاحنه دخلت الى قطاع غزه. بس يمكن كمان مصر مش بس فكره العمل على ادخال المساعدات الاغاثيه يا استاذ احمد، لكن كمان كان في دعم شعبي لا يقارن الحقيقه باي مجهود يعني حد قدمه لاشقائنا في قطاع غزه. عشان كده كنت عايز اسال حضرتك عن عدد المتطوعين، اليه التطوع اصلا، ان الشباب اللي حابب ان هو يتطوع عشان يقدر يساعد اشقائه في قطاع غزه، كلمني اكتر عن هذه الاليه، وخلينا برضو نعرف منك سريعا جدا بعد اذنك لو حد حابب يتطوع في هذا العمل النبيل يا فندم يعمل ايه. طيب زي ما حضرتك قلت بالظبط ان في تكاتف، وانا عايز اقول برضو اكد على معلومه ان كل يوم الارقام دي بتختلف من يوم ليوم. يعني لو انا بتكلم على رقم من يومين تاكدي ان الرقم ده بيختلف من يوم ليوم، تمام؟ وكل رقم دقيق بيبقى يعني يعني انا عايز اقول كل لحظه، يعني انا ببلغ مثلا ان في 10 عربيات من صناع الحياه، 10 عربيات من بنك الطعام، يعني كل لحظه بيحصل تغير على الارض كبير جدا،
طبقا للاوضاع هناك وطبقا للدخول، لان خاصه الهدنه بتسمح كمان بدخول لقطاع غزه كله، فالارقام بتبقى شويه متغيره من وقت لوقت، وانا متاكد ان الارقام اللي قلتها دي اكيد كل لحظه الارقام دي بتزيد عن كده. بالنسبه لجزئيه التطوع المتطوعين والتطوع، انا عايز اقول ان حضرتك عارفه لو احنا بنتكلم بشكل عام او عن ان احنا المتطوعين، كان في مؤتمر لو حضرتك تتذكره في استاد القاهره كان كتف لكتف، وكان اطلاق حمله داخليه داخل مصر برضو للمساعدات اطلاقها سياده الرئيس. احنا في الوقت ده تحديدا كان عدد المتطوعين اللي موجودين في التحالف بشكل عام حوالي 250 الف متطوع موسمي، وحوالي اكثر من 75 الف متطوع دائم. طيب يعني يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالاستاذ احمد موسى عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بنشكرك جزيل الشكر يا فندم.